يقول ما حكم من يعمل في بنك يتعامل بالربا؟ لا يجوز له أن يعمل في البنك الذي يعمل بالربا أو الشركة أو المؤسسة أو التاجر اللي يتعامل بالربا، كل من يتعامل بالربا فلا تشتغل عنده، لأنك إن اشتغلت عنده كنت متعاونا معه على الإثم والعدوان، قد قال الله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب والشاهد لماذا لعنوا؟ لأنهم تعاونوا معه مع المرابي، فالذي توظف عند المرابين تتناوله اللعنة لأنه متعاون معهم.